قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر إلى المملكة العربية السعودية على إسهامها في تطوير الجامع الأزهر وإعادة ترميمه. جاء ذلك خلال تفقد الرئيس وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وشيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب للجامع الأزهر عقب انتهاء عملية الترميم. من جانبه أعرب ولي العهد السعودي عن سعادته بمساهمة بلاده في ترميم الجامع الأزهر، مؤكدا أن كل سعودي يتمنى المساهمة في تطوير الجامع. هنا في الأزهر أو فيما يتعلق بهذه المشروعات، وأيضا من واجب الشكر هذه الشركة حقيقة شركة يعني كانت يعني أسرع ربما من تفكيرنا في كل شيء كان يتم، فهذا يعني من باب نحن الأزهر نقدم الشكر ل طبعا رئيسنا. لا شقارة في المملكة ده شكري. هذا واجبنا، وكل سعودي يعني يطمح ويتمنى انه قيادة تساهم في لو شيء بسيط في تطوير وترميم وبناء الأزهر، نسجل يعني. وبالعكس احنا سعيدين الشركات السعودية تقوم بدورها في مصر العزيزة والغالية علينا جميعا. شكري.